وشو قلتي له انت؟ يا عليك يا عليك شو دماتك خفاف. على فكرة أنا عندي اجتماع والشباب عم ينتظروا، بس يخلص الاجتماع بعود بحكي معك. ايه شلون؟ خلاص خلاص اعمل لي معدلك اليوم رح نسهر مع بعض. ايه باي باي. مع السلامة مع السلامة. الحقيقة يا حضرات أنا جمعتكم اليوم مشان نحكي بالأزمة اللي عم تمر فيها شركتنا، وللأسف حتى تاريخه وهي مضي أسبوع ولا واحد منكم قدم لي اقتراح مفيد لحل الأزمة. على فكرة يا دكتور أحمد، أنا قريت الدراسة اللي قدمتها حضرتك حول الموضوع، بس أنا بستغرب يا دكتور عدم المؤاخذة منك، كيف حضرتك بتصنف حالك من أهم الاقتصاديين بالبلد؟ أستاذ فريد، بكل الأحوال هي مجرد وجهة نظر، بإمكانكم تاخذوا فيها أو لا. كيف؟ وجهة نظر؟ لا عفوا منك، كل واحد منكم عم ياخذ راتب أبو أربع أصفار مو منشان يقدم لي وجهات نظر، بده يقدم لي دراسات حقيقية وحلول ناجعة على الأزمات اللي عم تمر فيها الشركة. نحن مالنا بقطاع عام. بتحبوا تعرفوا وجهة نظر الدكتور؟ الدكتور أحمد بده يانا نخزن المواد الموجودة بالمستودعات ونحتفظ فيها لحتى يرتفع سعر السوق، يعني نحتكرها. معقول هذا الحكي؟ نحن حاليا بزمن السوق المفتوح نحتكر؟ هذا نظام بالي يا دكتور، امبوسيبل. اليوم عندي اجتماع استثنائي فاروق، رتب لي الكراسي تبع السهرة بالشقة. من عيوني يا استاذ فريد. حاضر أستاذ فريد، وصلنا فاكس من مدير التسويق للشركة المصنعة وبعثنا للترجمة. ممتاز ممتاز يا أستاذ فاروق. الحقيقة يا حضرات أنا بعثت فاكس للشركة المصنعة وطلبت من الخبراء في هذه الشركة إلى أقولنا حل الأزمة اللي عم نمر فيها، لعل وعسى بلا أقولنا حل. عفوا أستاذ فريد، يعني عدم المؤاخذة، معقول الأجانب يعرفوا بسوقنا المحلية أكثر منا؟ اطمن اطمن يا دكتور ممدوح، ما راح استغني عن خدماتكم، بس بنفس الوقت راح تكونوا جاهزين لتنفذوا الحلول يلي راح يبعثوا لنا يا خبراء التسويق بالشركة المصنعة. استاذ فريد لو سمحت، انا عندي اقتراح. نحن لازم نلجأ للقطاع العام تنصرف الورق اللي عندنا بالسوق بسعر الحالي، اما بالنسبة استاذ فريد للورق اللي وصل فبنصرفه بالسعر الجديد. شو رايك بالاقتراح استاذ؟ عفوا منك يا دكتور سامر، الكل بيعرف بالبلد انه كل معامله من معاملات الدوله ما بتستهلك اكثر من 10 اوراق بالمعامله، واذا كتر العدد اكثر من هيك بتصير اللعبه مفضوحه. استاذ فريد بعد اذنك، يعني اسمح لي اقول لك وببعض الكلمات اللي تعلمناها من حضرتك، انه الشيء اللي اثر في انخفاض استهلاك الورق هو تحول طلاب الجامعات والمدارس الى نسخ المحاضرات والمسائل عبر الديسكات واستخدام الكمبيوتر، هذا غير استخدام المراسلات عبر الانترنت والايميل والمسجات وخلافه. طبعا حبيبي فاروق، طبعا الناس عم تتطور، كل شيء عم يتطور بهالكون باستثناء السادة الخبراء يلي عم يشتغلوا عندي بالشركة، بيقدموا لك آراء وأفكار من العصر الحجري. امبوسيبل. استاذ فريد، الفاكس خالص ترجمة. مو طبيعي.
طبيعي مو طبيعي يا رجل. معقول هذا اسمه مايك؟ هذا الخبير تبع الشركة المصنعة؟ يا رجل بتوقعوا انه يكون بيشتغل مع هدول جماعة الفاعل قدام باب الجامعة؟ لك يا رجل انا اسمه مايك، على هالحالة لازم يسموه ابو نظمي. لك اخي هدول الاجانب عندهم افكار جهنمية من لا شيء، بيعملوا لك كل شيء. لك قسما بالله حرام البرغل فيكن انتو كلكن. تعب هلو تعب تعب. العافية. في مجال تنسخ لنا يا 15 نسخة ولا شيء؟ العافية تكرم عينك. خلي دعينك. تفضل. اسمعني منيح يا أبو خالد. حبيبي 200 ولد ما بيكفوا. إيه مثل ما عم أقول لك بدي ولاد خير الله. ماشي يا أبو خالد. اسمع. بدي ولاد كمان على باقي المحافظات، بتزبط لي الوضع هنيك. ايه ماشي، انا بتصل فيك. طمني شو بصير معك. ها باي باي يا ابو خالد، على السلامة. الو سعيد، مرحبا. انا فاروق. لك ايه فاروق؟ اسمع سعيد، بدي اياك تاخذ شاب قبضاي وقدع. ايه يكون ممثل شوي، معلش تاخده وبتنزل على سوق الحميدية. لك انتو ما رح تبطلوا عط النصب على العالم هاي؟ ولك استحي على طولك يا بني ادم، لك طول اللقطه، روح اشتغل لها شغله تنفعك احسن من العلاقه مصدي. يا اخي من شان الله لا تاخذني، بس والله العظيم مجربه، يستر عرضك خلص، يعني اذا تضايقت منها فيك تشقها وترميها، بس انا ما بنصحك ما دخلني لانه مجربه، لقلك القصه قصه اخي ابن امي وابي، بعد ما اراها رماها من شباك السياره، ما في 5 دقائق قام عمل حادث فظيع. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الحادث. يا لطيف. ولك حاج بل عليك مصدي بقى، العالم مو فاضي لك الهوهات تبعك. ولك روح روح اشتغل شغله تنفعك، عيب يا اخي. انا اعطيتك نسخه وانت حر، بدك توزعها بدك تشقها تصطفل، انت تتحمل مسؤوليتها. بالله ايه والله. شوفولي على المسخره. ها ها قولي ها قولي شو بده يصير يا ناس يا عالم؟ انا ما دخلني، انا لا تحته. شوف يا لطيف، الله اكبر الله اكبر. شوفوا يا ناس، شوفوا 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 يا ناس. قولي قولي يا عالم. يستر على عرضك، عطيني اياها خليني ثور عندك. طول بالك، لا تقول لك ثور وما حد يجي يستر، تركب على ايدك. لك اخي شو بك يا مشى من حلاوه الروح على قاتا؟ لك لا تقول لي روح، هلا بتشيل لك ازعل. الله لا يوفقك، دمرتني. الله لا يوفقك. شوف يا هون انت ويا، ليش متجمعين؟ ليش واقفين؟ بعد لشوف ضح طريق ضح طريق انت يا. لك شو هاد؟ منشور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتاة ابلغ من العمر 15 سنة، عجز الاطباء عن علاجي من الشلل، وقد زارني جدي المتوفي في المنام وسكب الماء على قدمي فشفيت باذن الله تعالى، واوصاني رحمه الله بكتابة الحادثة وتوزيعها على 15 شخص. وضعت هذه الورقة بيد فتاة عزباء فنسختها 15 مرة، وبعد 15 يوم تزوجت. شو هاد؟ ووضعت هذه الورقة بيد رجل فقير فقام بنسخها وتوزيعها، وبعد 15 يوم أصبح غنيا. شو سحر؟ ووضعت الورقة بيد موظف فلم يهتم ورماها،
وبعد فترة قصيرة دخل السجن. هذا واجب كل من يقرأ هذه الورقة أن ينسخها فوتوكوبي 15 مرة ويوزعها على 15 شخص، وسوف يحقق أمنياته بإذنه تعالى. ومن لم يهتم فسوف تصيبه مصيبة، ولكم السلام والعافية. لك شو هاد؟ منصور خذ هي وصور ليها 15 نسخة فورا. فيني آخذ نسخة إلي حضرة رقيب؟ وقت لبست وقت أنا اللي باخذ 15 نسخة إلي، أبقى خذ نسخة وصورها جنابك. يلا. أيوه. تفضل. صباح الخير استاذ فريد. صباح الخير حبيبي فاروق. شو الاخبار يا فاروق؟ جيده جدا استاذ فريد، وبحب طمنك انه سعر الورق زاد مره ونص، وصار في عنا طلبيات خير الله استاذ بتغطي نص شحنه الورق اللي بالمينا. ممتاز يا فاروق، ممتاز. معناها بتخبر الشباب فورا يبدوا بمعامله التخليص الجمركي للبضاعه. بس شوف حبيبي فاروق، ما بينزل اي شيء من البضاعه لحتى يصير سعر الضعف. اوكي فاروق، تأمر امر استاذ فريد. تسمح لي امشي؟ شكرا. شو هالفاروق هذا؟ مو طبيعي، مو طبيعي. برافو فاروق. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. اهلين وسهلين. خير ان شاء الله. شبك عم تضحك من طلعات الضو يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. عم بقرا الورق اللي اعطاني اياه البواب. وقلنا كمان اعطانا كل واحد نسخه، بس هي ما بتضحك. يا ربي دخيلك. هلا معقوله انت بتصدق هيك خزعبلات؟ هلا بتشوف شو راح اعمل بالورقه. ابو الخل اطلب لنا ابو صافي خليه يجيب لنا قهوه ويجي لعنا شوي. هلا حكيت معه ووصيته على 3 قهوه. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. اذكر الضيب وهي لطيف. القضيب لك. احلى ابو صافي، يسلموا اليدين. الله يسلمك يا رب. يسلم هاليدين يا عمي ابو صافي. يسلموا لك. تسلموا انتم كل خير. استاذ خالد امرني. شو رايك ابو صافي بخمسين ليره على الريق؟ يعني المنيحه بدها سؤال يا استاذ خالد. بس مقابل خدمه صغيره. لعيونك. بس انت امور. بدي توصل لي هالورقه للمدير العام هلا. ليش شو هي؟ طلب اجازه ولا طلب سلفي مستعجله؟ لا يا ابو صافي، هي برغي بنعش المدير العام. الله يسمع منك يا استاذ خالد. رح اوصل لها برموش عيوني وبلاها الخمسين ورقه. لك الله يخرب بيتك. لك مو حرام عليك تخرب له بيته لهالزلمة نظيف ابو صافي؟ لك مو حرام عليك؟ ليش فكرك المدير العام تهمه هيك شغلات يا استاذ؟ ولا بتأثر فيه؟ هون الفكرة. رح يرميها بالزبالة، وان شاء الله يكون مضمون الورقة صحيح، بركي بينفلج ومنرتاح من خلقته بهالمؤسسة. روح عنا يا لك، هيك واحد ما بيصير له شيء، العترة علي مثلنا نحن بس، مو هيك؟ شراب قهوة شراب. الله يعيننا. كيفكم؟ كيف الشغل؟ ايه شو كيف يا استاذ؟ أكثر بكثير من ممتاز. عظيم، برافو عليك. وأنت؟ أحلى بكثير بكثير من شغل الكومبارس. هيك بتحس حالك عم تمثل لايف بدون كاميرا، بدون صراخ مخرج، وكل شيء طالع براسك بتساويه من راسك لراس الناس. برافو، بدي إياكم تزيدوا لي العدد شوي. ليش يا أستاذ؟ نحن لحالنا منكفي منوفي. طبعاً. عم نعمل هاي العملية بأكثر من 5-6 أسواق اليوم وعم تزبط. بعدين بتصير القصة مفضوحة. مشان هيك بدي اياكم تنتشروا بكل المحافظات، لأنه الوجوه الجديدة بتشتغل. أمر. سلم الإيدين يا رب. مع السلامة. شكرا يا أستاذة. ربي يسلمك. مع السلامة. تفضل يا أستاذ خالد. خير أبو صافي؟ اللي عصب عليك شيء؟ لا يا أستاذ، وطلب مني صورة 30 نسخة. حضرته بده 15 نسخة وأنا كمان بدي 15 نسخة، وقال لي خذ نسخة. يا الله لا يوفقك. روح صورها. يلا. شرف أستاذ، هي رح تخرج عليه ويصير مدير عام 30 سنة كمان. مين كمان؟
اسمحوا لي زفلكم بشرة سارة يا حضرات. صفقة الورق خلصت من السوق وبعتنا طلبية تانية بأقصى سرعة ممكنة. إن شاء الله. ألف مبروك يا أستاذ. شكرا. ألف مبروك يا أستاذ. شفت كيف ها؟ هاي انحلت المشكلة. طبعا انحلت المشكلة بس أكيد بفضل أفكاركم يا دكتور. وعلى فكرة طلبنا طلبية جديدة تبع المحابر تبع آلات التصوير والنسخ والطباعة، لأنه خلال الفترة المنصرمة ارتفع حق الضعف. الله عليك. الله عليك. لا أفكار ممتازة. وأرسلها إلى ستة أشخاص عبر الاس ام اس وسوف تتحقق كل أمانيك. لك يخرب بيتكم، ما في أشطر منكم. لحقتوا تسرقوا الفكرة؟ امبوسيبل. خاطركم اشتروا من عنا يا شباب، اشتروا من عنا منوكم سوا. طب اللي اشتروا الشغل معك؟ الحمد لله الحمد لله ماشي. يعني قديش صار معك مصاري؟ 50 ليرة. الحمد لله. وانا معي 75 ورا، يعني مو ناقصنا الا 75 ورا لجيبنا ولا ما لامي. الحمد لله الحمد لله. خلينا نشد لما شوي، حنوا على عاجز مسكين. خلينا نجيبنا ولا امنا. الله يخليكم يا رب، يخلي شبابكم يا رب. لا تكسروا بخاطرنا، الله لا يكسر بخاطركم يا رب. والله منيحة منيحة، نسيت فيها جوعتنا بعد شوي. الله معك، خبيها خبيها. الله يوفقك ويخليك لأهلك يا رب. من مال الله يا محسنين. من مال الله يا محسنين. يا عم اشتري لك شيء أكل لأولادك. من مال الله يا محسنين. حنوا على عاجز مسكين. الله يجبرك الله يجبرك ويعطيك. الله يلولك برادك. الله يخلي لك ولادك يا رب. الله يخلي لك ولادك يا حق. بدون فوق راسه. في ناقصنا 50 ورقة بس. ايه؟ أمي الله يكسر خاطركم يا رب يا رب. روح الله ينجحك وينيلك مقاصدك كلها ويخليك لشبابك ولأهلك. الله يا محسنين، حلو على عاجز مسكين. لا تكسر خاطرنا، الله لا يكسر خاطركم. الله يجبرك ويعطيك مثل جيبنا ولا أنفي. الله يوفقك. أمنا مريضة وإذا ما جبنا لها دواء. الله يوفقك يا رب ويعطيك ويلون لك دربك وتبشيرك يا رب. الله يوفقك الله يوفقك. الله يوفقك. يلا يا رب اللي معاه الدواء. إيه إيه. روح إلهي يبعث لك مين يعطيك مثل ما عطيتنا يا رب. هاي 25 ورا. لك ايه والله. جمع حق الدواء خلينا نمشي. اخي خلينا كمان شوي، بلكي منا شوية مصاري مشان ناكل. والله من امبارح ما اكلنا. لك ان شاء الله 60 عمرنا ما ناكل. ما بدنا نجيب الدواء لماما، عفوا لامي. ايه يلا يلا يلا. عجبتك حياة الفار اخي؟ ضليت تفوز باذني لحتى عشناها. لا سيدي ما عجبتني، اعوذ بالله تنذكر ما تنعاد. بس ما صدق قديش انبسطت انا منك كثير، عملت حالك انه لقيت 25 ليره وخلصتها من هاللعبه على بكير. لك بدي اخلص بدي اخلص. لما شو رايك بهذا اللي اعطانا نص سندويشه الفلافل؟ لا وشو فلافل؟ احلى نافي احلى نافي من كل هدول. شحاد. لا بس انتبهت.
أما ليش حطيته هذا هون أنا؟ على شو؟ لك ولا واحد مقدر مارق ولابسني جرافي وطقم ايه؟ مد ايده وعطانا شيء. دخيل عينك يلي بيسمعك بيصدق انك اذا شفت لك شيء شحال بتعطيه. بس عجبتني منك انك مالك اكل من امبارح، ان شاء الله اكلك زهرمان بخاري. انت بتقعد بلا اكل سيدي؟ اذا ما اكلنا اليوم ناكل بكره. شو ايه اشتغل وهي النظارات. طلع 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 يلا. لعبك يا بشادي؟ خالصة لعبتك ابو زهير. كش ملك. مبروك. لحظة شوي. شو؟ أنا شو سويت بحالي؟ انتصرت ما سويت شيء. لك شو هاد؟ لك شو هاد؟ لك وقف شادي حبيبي. لك شو هاد؟ انتصرت حبيبي، أنت انتصرت وأنا انهزمت. لك شو بنا يا بشادي؟ ليش عم تبكي؟ لك عم ببكي لأني انتصرت. لك معقول تبكي لأنك انتصرت؟ شو كان صار فيك لو أنك انهزمت؟ ليكك، ليكك ما انهزمت، شو فرق معك؟ مرتاح وقاعد وما على بالك بال يا بابا. لعبة يعني عدم المؤاخذة، يعني ما لازم تبكي مشان لعبة. خلاص خلاص أبو زهير، أنت عم تحكي هيك لأنه ما اختلف معك شيء. كنت مهزوم وراح تضل مهزوم. لك حاسس هيك، حاسس في إحساس غريب دخل علي عم يخنقني. لك حاسس روحي روحي رح تطلع محلة يا أبو زهير. أبو شادي يعني كل هالشي صار معك لأنك انتصرت؟ وأكثر من هيك كمان. هلا بدي اروح على البيت منتصر. بتعرف شو بدها تقول لي مرتي؟ شو بدها تقول لي؟ حاسه انك مختلف، مو انت جوز اللي بعرفه، ابني الصغير. ها بتعرف شو بدي اقول لي؟ مو انت بابا الحقيقي. وينه بابا الحقيقي؟ بدنا بابا الحقيقي. احساس النصر بيقتلك يا ابو زهير، بموتك. لك اخ 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 يا امي، اخ يا امي على هالمصيبه. حما على هالاحساس. الله لا يدوقنا النصر.